الدخان للتغذية منذ 2017 يوم 11/2017. البحث للأنفاس والتغذية الحاد الشديد والمتوسط. السبب الرئيسي يعني عدم الغذاء الغير كافي بالنسبة للأمهات في البيوت، يعني لظرف الاقتصاد، يعني أنت ما يبقى عندك قرش عشان تجيب لجاند حاجة تنويله في الأكل. ده اللي بخلي جانا يعني يأكل وجبة واحد خلال شهر ولا شهرين أصيدة فقط. ده بجيب سوء تغذية، ما في فواكه، ما في خضروات، ما في أي حاجة. يعني الأم ذاته مع الحركة والدري والجري ده احتمال يهم، يعني أقل حاجة توالي اللبن ده احتمال يكون ما في. نعم، أكثر الأطفال البجونة والمضاعفات يعني عندنا الإسهال والاستفراغ وعندنا الهمة. أنا بنشتغل في سوء التغذية ده عشان ننقذ حياة. يعني هسي يقول السيدة فتح من يوم 1/11، يعني ما عندنا هوافس، شغالين هو الدوام 4 نفر فقط. يعني هنا نقدم، بالنسبة للأنبار هنا بنقدم على F75 والF75، وعندنا محلول بتدرزمال برضو الأطفال البجونة بالإسهال والاستفراغ والعلاج الروتين. ما عندنا أكواس كافي، ما عندنا سيراميك كافي بتاعت مية ساخنة نحضر بيها لبن. يعني الأدوات ده كله أنا نفسي نتآنوا منه ما عندنا. لكن لو الأر يو تي إف واللبن ده لو ما في ده تاني أم ده ممكن نوقف عجانا ده، نعمل له 1 2 3، ممكن مع النظافة نتكلم معه والأكل ذاته. أنا الجنادس والتغذية ما في طريقة تجاسب ثاني خصبا أنه عشان نجيب له جندة نجيب له دواء ننقذ حياته. عشان أنا والله أمنيتي للأطفال ده دير، نتمنى يعني كلهم يكونوا بصحة تامة، يطلوا من بر الأمان من سوء التغذية الحادة كلهم يعني.